عايز ايه بالظبط؟ ما انت عارف، عايز اعرف مين قتل جوزي. ما جيت لك ورسيتك وقلت لك نشتغل مع بعض وانت ما صدقتنيش. اصل انا اخر مره دورتها في دماغي بعد ما انت مشيت وصدقتك. ما بقاش ينفع نشتغل مع بعض بعد اللي عملتيه. لو عليها خدها، ولو على العبوده هخرجه زي ما دخلته. ودنك منين يا جحا؟ ما كنت جيت سكه من الاول. بابلو، انا عارفه سكتك الفلوس والمصلحه، بس بالنسبه للمخزن انا كلفني فلوس كتيره قوي، ومش طالبه معايا ادفع مليم زياده. المصلحه مع المليون اللي اديتهم لك انت كده تمام. عشان تعرف اني انا مش هفق، وانه كده النساء يتعمل له الف حساب. والمفروض اني اسقف لك بعد الجمله دي. طب فاضل لقطه مش واضحه بالنسبه لك. عبود انا هخرجه، والبنت اللي عندك جوه دي ما تخصنيش. كده رجعنا للصفر. يعني انت مش موافق؟ انا عمري ما عملت شغلانه غصب.